قال باب قليلة الآن دخل في أطول قسم والمناهي اللفظية الفاظ الشركية، وهذا يعني كثير جدا، ومن حق المؤلف أن يطيل في هذا الكلام، لكن ركز على الشرك الأصغر لأنه خفي، ركز على كفر النعمة من الشرك الأصغر، وقليل من عبادي الشكور. نعم. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرف النعمة أن من عند الله، ينكرها كيف؟ باللسان. من أين لك هذا؟ قال هذا مالي، ورثت عن آبائي وأجدادي، بعرق جبيني، بكد بجدي واجتهادي، نحن أشراف، نحن آل البيت، نحن كويتيين مثلا، أتزعل منك. نعم، يقولها نحن غنى، أنتم يعني ممكن، نحن أشراف. هذا كله كفر للنعم، مفهوم؟ هذا كفر بإيش؟ باللسان. كفر بالقلب يعتقد أن كل ما به من نعمة أنها من الله، هذا توحيد ضد كفر. بالجوارح يصرف هذه النعمة في شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. نعم، كثيرة الأبواب هذه تتكرر معنا كثيرة الآن. نعم، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وقليل من عباده الشكور. نعم نعم. قال باب قول الله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، لا بد